السلام عليكم ورحمة الله. طلبتنا الأعزاء، جعله الله لنا ولكم إن شاء الله عام إنجاز وإبداع وتفوق ونجاح بإذن الله. طلبتي خدمتكم ومساعدتكم لمواصلة مسيرتكم الجامعية هو شرف وسعادة لنا في الكلية. حبينا هنا نرسم لكم طريق صحيح لكيفية استخدام أنظمة التواصل معنا وبالطريقة السليمة والسريعة بإذن الله. بالنسبة لقنوات التواصل في الكلية، فإحنا عندنا في الكلية لنا كذا طريقة تواصل. أبدأها بالقناة الأولى والأساسية اللي هي البريد الإلكتروني. طبعا سواء كان هذا الشيء عن طريق البريد أو الإيميل تبع الكلية أو الإيميل تبع القسم. وأمانة بيحصل عندنا كثير من الأخطاء بيرتكبها الطلاب وهم بيتواصلوا معنا، وهشرح لكم هي إن شاء الله في السيشن اللي أنا هقدمها. أول خطأ بيرتكبه الطالب لما يرسل إيميل لنا يكون في عدم الإرسال لجهة معينة أو معنية صحيحة بحل مشكلته واستفساره. يتكرر هذا الخطأ، يعني أول شيء يرسل لجهة أصلاً ما هي جهة صحيحة، ويتكرر الخطأ مرة ثانية إنه يرسل مرة ثانية لنفس الجهة اللي هي ما هي صحيحة أو الغير معنية. بالتالي حيصل لمرحلة إنه ما يوصل الرد اللي هو يرغبه لعدم تخصص الجهة التي راسلها بالأمر الذي تم إرسال أو تم المراسلة له. يعني مثلا لو أعطيكم مثال زي موضوع سداد الرسوم. موضوع سداد الرسوم هذا موضوع من اختصاص عمادة القبول وشؤون الطلاب. يقوم الطالب إنه يرسل لنا إحنا في الكلية ويرسل لجميع الأقسام اللي في الكلية، وطبعا هذا الشيء غير صحيح. هنا يبدأ الطالب إنه يتذمر، ليش ما تم الرد علي وليش ما انتهى الطلب للآن؟ الجواب باختصار عزيزي الطالب، لأنك ما تواصلت مع الجهة المختصة اللي ممكن تحل لك الموضوع أو المشكلة من الأساس، فقيس على ذلك بقية الخدمات اللي بيقدمها لكم في الكلية. ثاني خطأ بيرتكب الطالب لما يتواصل معنا عن طريق الإيميل هو إنه بيقوم يعني في مشكلة محددة أو معينة، يقوم الطالب بإرسال المشكلة هذه لجهات عديدة في نفس البريد الإلكتروني. يعني مثلا عنده مشكلة فيحط كل المسؤولين في واحد إيميل. هذه الطريقة طلابي غير صحيحة في الإرسال إطلاقا، هي غير مهنية، هي ليست فعالة، وطبعا هذا الشيء لعدة أسباب. أول حاجة أنت بتعطي إيحاء للجميع إنه ممكن أي أحد منهم إنه يرد على الطالب. كمية إيميلات مهولة بتصل للمسؤولين، وهذا الشيء للأمانة بيسرق من وقتهم، خاصة من يعني بيجيني مثلا أنا إيميل، أنا آخذ وقت عشان أفرز إيش الشيء اللي يخصني وإيش الشيء اللي ما يخصني. بالتالي أنت حتكون أضريت بمصلحة أحد منهم، إضافة للإزعاج اللي بتتسبب فيه لبقية المسؤولين وبتعطل من عملهم. واهم من هذا كله انه لن يصلك الرد اللي منهم، وقد يهمل ايميلك. لكن انت لو ارسلت مشكلتك او موضوعك لشخص محدد، فالمفروض من الواجب انه هو يرد عليك وفق طبعا استطاعته وعمله. واعطيكم مثال، انتوا شخصيا لو جاكم موضوع يعني ايميل محدد لك انت كطالب، فانت تفهم انه هذا موضوع شخصي لك انت، وتاخذه بمثلا بمستوى اهميه اعلى مما كان لك الايميل يتعمم على جروب معين، فتعرف انه هو بيخص الكل ما هو بيخصك انت. فنفس الشيء في طريقه التواصل معنا احنا في الكليه، انه لما ترسل لجهات عديده فما حيكون يؤخذ موضوعك بذات الاهميه انك انت لو حددت مشكلتك بالشخص المعني وارسلت له هذا الايميل. ثالث خطأ بيرتكب عند التواصل معنا في الكلية، وأمانة هذا بيقع أو بيقوم به البعض من الطلبة، وجدا صراحة يعطي انطباع يعني ما هو جميل، اللي هو أسلوب المخاطبة عند التواصل بالبريد. نحن نقدر أن الطالب يمر بفترات ضغط، قلق، توتر نفسي، لكن مع احترامي للجميع ذلك لا يعطي الحق لك أنك أنت لما تتراسل أو تتواصل معنا في البريد او في الايميل انك يكون في اسلوب اتهام او تجريح في متلقي الايميل، سواء كان موظف عادي اداري او كان مثلا
عضو هيئة تدريس أو على مستوى أعلى رؤساء أقسام أو وكلاء أو طبعا عميد. هذا الأسلوب لن يساعدك كطالب أو طالبة إنك تحل مشكلتك. أعيد وأكرر هذه النقطة طلابي طالباتي، أتمنى لكم تحطوها في نصف عينكم. إحنا في الكلية نعمل من أجلكم ولخدمتكم، وزي ما أنتم بتمروا بضغط، إحنا كمان بنمر بضغط إن إحنا نوازن ما بين كثرة ما يصلنا في الكلية وما بين إن إحنا نرد بشكل مثالي يساعدكم إنكم تحلوا مشاكلكم. طبعا إن إحنا أصبنا فالحمد لله، وإن إحنا أخطأنا فنحن بشر. وانتم عارفين انه يعني الجامعه جدا مهتمه يعني بصفه عامه، واحنا في الكليه بصفه خاصه مهتمين بكم. احنا في كل اجتماعاتنا ولقاءاتنا بيكون دوما خدمتكم، وكيفيه انه احنا نقدم لكم المساعده بيكون لها دائما لكم اولويه. فتاخر الرد لا يعني عدم الاهتمام، احيانا يكون بسبب انه الموضوع اللي بتتواصلوا فيه معانا يحتاج مثلا انه يتوجه لجهات معينه لاخذ مثلا الرد. فمثلا لما ترسل، لذلك لما اقول لكم لما ترسلوا لنا احنا في الكليه ارجوكم انكم تتحلوا اول حاجه بالتهذيب في الخطاب، وثاني حاجه انكم تصبروا عشان تتمكنوا انه توصلكم الخدمه بالشكل المامول اللي انتم تتمنوا انه يعني تنحل بيها مشاكلكم او الاستفسار اللي انتم حابين تسالوه. التطاول والتجريح ما هو يعني اسلوب اخلاقي، واحنا اصلا في ديننا الاسلامي يعني دين اخلاق، فما هو في ديننا الاسلامي. امانه قد يعرضك الاسلوب هذا للرفع بك في لجنه التاديب الطلاب اللي قد تصل احيانا قراراتها للفصل النهائي من الجامعه. طبعا هذا الشيء بناء على الماده الرابعه الفقره الاولى و17 والفقره 19 والماده السابعه فقره 15. طبعا تقدر تطلعوا على اللائحه هذه حقت اللجنه الدائمه لتاديب الطلاب اللي موجوده في موقع الجامعه، وتكلم عنها امس دكتور صدوة وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية. حقيقة طلابي أنا ما أحب أذكر السلبيات، لكن هذا هو الواقع اللي إحنا بنمر فيه مع قلة من الطلبة. فإحنا للأمانة خصصنا لكم ورشة عمل خاصة في هذا الأسبوع اسمها إتيكيت البريد الإلكتروني، هي ورشة مرة مهمة بتساعدكم أو بتشرح لكم كيف أنه ممكن أنتوا تتراسلوا وتتخاطبوا مع المسؤولين، مع حتى مو على مستوى الجامعة، على المستوى حتى العام. يعني صراحة هذه الورشة جدا مهمة، أتمنى من القلب لكم تحضروها وتحضروا جميع ورش العمل اللي موجودة اللي حتبدأ إن شاء الله من بكرة بإذن الله. طيب ننتقل للقناة الثانية من قنوات التواصل. أنا أول شيء تكلمت عن الإيميل، الآن ننتقل للقناة الثانية اللي هي نظام دعم. فكرة نظام دعم هو نظام مقسم ما بين عمادات وكليات وإدارات الجامعة، فهو نظام ما شاء الله شامل. فانت لما ترفع تيكت وحسب توجيهك طبعا للتيكت نفسها بيوصل للجهه المعنيه بالمشكله. انواع التذاكر في اللي ترفعوها في دعم، في تذاكر ممكن انه يتم معالجتها في نفس الوقت اللي انت تكون رفعت فيه التذكره. وفي انواع من التذاكر، وهذه مهمه صراحه لكم تعرفوها، احيانا تحتاج انه تحال لجهات مختصه، قد تحتاج انه تحال لوكيل او عميد او رئيس قسم او لجهه مختصه ثانيه، فبالتالي انه تنقفل هنا التذكره بعد ما تتم الاحاله. فامانه قد تاخذ احيانا وقت عشان يحلوا لك الاشكاليه او انهم يجدوا وقت. لكن ابغاكم دائما الله يخليكم طالبتي تحطوا هذا الشيء في بالكم. لا يعني اقفال التذكره انه خلاص المشكله حقتك تم الانتهاء منها، احيانا بالذات لما يكون في الوصف الحاله انه تم توجيهه للجهه المختصه واقفلوا التذكره، فمعناته هنا انه هو تم احالتها، فتحلى بالصبر الى ان ياتيك الرد ان شاء الله باذن الله من الجهه المختصه اللي تم رفع الموضوع لها. راح اعطيكم مثال للضغط اللي احنا بنواجهه في تذاكر دعم. الفترة الماضية لو تذكروا طلابي فتحت الجامعة تعاونا طبعا منها وتيسير لطلبتها، فتحت التسجيل المبدئي اللي هو قبل الدراسة، اعتقد كان يعني قبل، يعني لو حسبنا من قبل الدراسة تقريبا قبلها بشهر ونص. أول ما فتح التسجيل وصلنا بس في أول يومين من التسجيل 1500 تذكرة دعم. فأنا أبغاكم تتخيلوا وضع طلابي، كيف تبغونا نرد على 1500 تذكره في نفس الوقت ويكون الرد اللي هو الرد اللي يحل المشكله او يحل الاستفسار نفسه؟ اتمنى دائما انكم تضعوا ده الشيء دائما في بالكم، انه انت ارفع تذكره او ترفع استفسار باذن الله سيتم دراسه موضوعك، لكن
ارجع اعيدها انه ارجوكم انكم تتحلوا بالصبر. راح انتقل لكم الان لجزء مهم انا بالنسبه لي جدا مهم، بالذات ان احنا زي ما تفضل دكتور منصور عند الكليه وشرح انه اليوم بدا تسجيل المواد، فاتمنى انكم تحطوا ده الشيء وانتم بتتقدموا بتذكر الدعم عشان تعرفوا ايش الاشياء اللي لازم تحطوها في اعتباركم وانتم تتقدموا برفع تذكره دعم، ايش الاشياء اللي لازم تعرفوها. الاشياء او النقاط التي يجب وضعها في اعتباركم قبل رفع تذكره الدعم، اول حاجه لازم تحطوا في بالكم مين هي الجهه المسؤوله عن استفسارك عندما ترفع التذكره. جدا مهمه طلابي طالباتي هذه النقطه، لانه انت لما تعرف اول حاجه، لما تعرف مثلا المقرر نفسه اللي انت قاعد تسال عنه او اللي انت بتدرسه، بغض النظر طلابي انكم انتم تابعين لكليتنا كليه العلوم الاداريه والماليه، لكن انتم عارفين انكم تاخذوا مواد من كليات اخرى، تمام؟ لازم تعرفوا المقرر اللي انتم تدرسوه بيتبع لاي كليه كانت. مثال، اغلبكم بيدرس ماده اسلاميك او سلم زي ما الاختصار حقهم. مقرر الاسلاميك بيتبع لكليه العلوم الانسانيه والدراسات النظريه. فانت لما يكون عندك اي نوع من انواع الاستفسارات، فلما ترفع تذكره انت ما راح ترفع التذكره لان احنا ككليه العلوم الاداريه والماليه، راح ترفع بناء على المقرر اللي انت بتدرسه، تعرف تابع لاي كليه، فبالتالي تتواصل معها. كيف تعرف ان المقرر تابع لك او لا؟ تعرف هذا الشيء من الخطه الدراسيه اللي موجوده ومعلن عنها في موقع الجامعه اللي هو موقع الكليه الخاص فينا. طيب، لما توصل انت انك انت الحين احنا بنتكلم عن مثال انك انت عندك اسلامك وعندك استفسار. طب انت لما اتواصلت ورفعت تذكره، ورفعت التذكره لنا احنا، فبالتالي انت ما تواصلت مع الكليه المعنيه، فبالتالي ايش الرد اللي حيجيك؟ راح يتم توجيهك انك تتواصل مع الكليه المعنيه. باختصار طالبي وطالبتي، لجهدك وجهدنا احنا في الكليه، اعرف مين هي الجهه المعنيه اللي انت لازم تتواصل معها لحل هذه المشكله، او مين هو الجهه المعنيه في حل مشكلتك، وتواصل معها وارفع التذكره لها حتى يصلك رد مناسب اللي انت ترغب في الحصول عليه، وبسرعه اكبر من انك انت ترسل فقط تذكره، لانه انا طالب في كليه العلوم الاداريه فهم المسؤولين. اوكي، احنا مسؤولين صح عنك، لكن انت لازم تعرف مشكلتك في اي جهه وتتواصل مع الجهه المعنيه. ثاني نقطه لازم تحطها في اعتبارك وانت بترفع تذكره دعم، ارجوكم طلابي طالباتي، يعني هذه النقطه حقيقي مسويت لنا زي ما يقولوا ضغط في عملنا، اللي هي عدد مرات رفع التذكره لنفس الموضوع. لما يرفع الطالب 33 تذكره لنفس الموضوع، وعلى فكره طلابي ترى فعلا انا بعطيكم مثال حقيقي، في طالب رفع 33 تذكره لنفس الموضوع. امانه انت لما ترفع 33 تذكره فانت حرمت 32 طالب من انهم يستفيدوا من سرعه الرد وانهم يحل مشاكلهم. زياده رفعك لعدد التذاكر لنفس الطلب ما راح يمكنك من حل مشكلتك بالطريقه اللي انت تريدها، يعني مثلا انا عندي مشكله وما عجبني الرد، اقوم ارجع ارفع التذكره حيجيك نفس الرد. فانت لما ترفع عدد تذاكر لنفس الطلب، انت امانه بتعطل جهودنا احنا، بتستهلك مننا وقت عشان احنا نحل مشاكلك او نحل مشكله. قد يكون هذا الوقت مهم لطلبه اخرين لديهم مشاكل قد تكون اهم من مشكلتك. طلابي طالباتي، ارجوكم تفهموا النقطه هذه اللي انا قلتها من بدايه السيشن وارجع اعيدها، احنا بنخاف على مصلحتكم ويهمنا ان احنا نكون الخدمه اللي بنقدمها لكم تكون دوما بشكل افضل. فتنفيذ طلبك او رفضه بيتم بما يسمح به النظام، يعني احنا بنشتغل معاكم بما يسمح به النظام، ما عندنا اي تحيز لشخص، ما عندنا اي تحيز لفرع، ما عندنا تحيز مثلا لعدد التذاكر اللي انت ترفعها، هو رفعنا 33 فاحنا حنسوي له نفس الاجابه اللي هو يبغاها، لا احنا حنمشي النظام، سواء رفعت 33 سواء رفعت تذكره واحده الحل حيكون واحد باذن الله للكل. اتمنى طلابي طالباتي انكم تتعاونوا، تحبوا كليتكم وتتعاونوا مع كليتكم بتفهمكم في كيفيه انكم تتواصلوا معنا، واحنا نوعدكم باذن الله ان احنا نتعاون معكم بتقديم خدمه افضل واسرع وبشكل اسرع، ويكون طبعا بافضل صوره ممكنه انه احنا ممكن نقدمها. رح انتقل لنقطه جدا مهمه، انه انا طب كيف اعرف اتواصل مع مين عشان احل مشكلتي؟
في كل شريحة هذه الجاية أنا راح أشرح لكم بعض المشاكل اللي يعني حاولنا إن إحنا نلخص إيش المشاكل اللي بتوصلنا، وحقول لكم كيف أو لما تواجهك مشكلة تتواصل مع مين عشان يجيك الحل بطريقة أسرع. عندما تواجهكم مشكلة وتكون هذه المشكلة العامة، وأنا أقصد هنا بكلمة مشكلة عامة يعني مثلا إعادة قيد للمفصولين أكاديميا أو تغيير فرع، تغيير تخصص، أرجوكم طلابي أنكم تتواصلوا معنا على بريد أو إيميل الكلية الموحد اللي هو caf@seu.education.sa. إذا واجهتك مشكلة في تسجيل المواد فأرجو هنا أنكم تتواصلوا عن طريق رفع تذكرة عبر نظام دعم. خلوا نظام دعم لمشاكل التسجيل حتى بسرعة يتم التواصل معكم بطريقة طبعا زي ما قلت لكم أسرع. إذا واجهتك مشكلة دراسية، وهنا أحدد لكم أرجوكم طلابي أنكم تركزوا في النقطة، إذا واجهتك مشكلة دراسية في مقررات الكلية فقط، أرجع أعيد النقطة، في مقررات الكلية فقط، هنا التسلسل في التواصل معنا أول شيء بيكون أنك تتواصل مع مدرس المادة أو الانستركتور تبع المادة تبعتكم. طبعا إذا ما في حال ما وصلك رد بالتالي تقدر تتواصل مع إيميل القسم الخاص. أنا هنا حاطة في الجدول كل قسم وإيش الإيميل الخاص بي، قسم إدارة الأعمال، قسم المحاسبة، قسم المالية، قسم التجارة الإلكترونية، ممكن تصوروا الشاشة إذا حابين، وإذا طبعا هذه كل الإيميلات موجودة في موقع الكلية اللي حشارككم فيه إن شاء الله في نهاية السيشن، فيها كل المعلومات اللي ممكن تفيدكم بخصوص التواصل مع الأقسام. أرجع أعيد لكم مرة ثانية، إذا كانت المشكلة دراسية في مقررات الكلية فقط فهنا بالتالي تواصلوا مع إيميلات الأقسام. أما في حال المشكلة الدراسية في مقررات خارج الكلية، هنا أتمنى أنكم تتواصلوا مع إيميل الكلية المعنية بالمقرر اللي أنتوا بتدرسوه. نقطتين أخيرة حابة أنه أختم بيها. أول حاجة أرجوكم دائما أنكم ترجعوا لموقع الكلية تبعنا، في إيميلات التواصل سواء كان مع منسوبي كاف، من أعضاء هيئة تدريس، من رؤساء أقسام، من وكلاء، من عميد، كل المعلومات أو كل إيميلات التواصل موجودة عندنا في موقع الكلية. كمان في موقع الكلية حتلاقوا في أخبار وإعلانات الكلية وأي شيء جديد بيصير في الكلية، فبالتالي إحنا بنعلن عنه في موقع الكلية، فخلوا موقع الكلية عندكم في المفضلة، هو وموقع الجامعة طبعاً. وزي ما قلت لكم يعني كافة المعلومات اللي أغلب الطلاب بيقعوا أو استفسارات الطلاب مثلا حتلاقوها موجودة دائما في موقعنا في موقع الجامعة وخاصة في موقع الكلية. ثاني نقطة حابة أذكركم بها إنه أرجوكم احنا في الكليه او فريق الكليه حاولنا ان احنا نسوي البرنامج تبع التهيئه هذا، وصممناه بناء على الاستبيان اللي اتوزع للكل، فاتمنى منكم انكم تستفيدوا منه، وزي ما بلغكم سعاده العميد حيشارككم بان شاء الله باللينكات السيشنز اللي صارت امس وان شاء الله اليوم، فاتمنى انكم ترجعوا لها وترجعوا تسمعوا عشان تستفيدوا، وأتمنى أنكم تحضروا كافة ورش العمل اللي احنا مسوينها ومجهزينها لكم عشان تحصلوا على استفادة كاملة. بإذن الله بنهاية أسبوع التهيئة رح نرسل لكم كمان سيرفي، هذا السيرفي حيكون عشان ناخذ آراءكم حول كيف كان أسبوع التهيئة وكيف احنا ممكن نطوره ونصممه أكثر بشكل يخدمكم أكثر إن شاء الله في الأترام الثانية. أختم السيشن تبعتي إن أتمنى لكم عام دراسي ناجح وتواصل أكثر فاعلية معنا بإذن الله. هشوف شوية كده أسئلة، وإذا في أي سؤال حابين تسألون. دكتور منصور معانا؟ نعم معك. دكتور في سؤال بيسأل عن منسق الكلية، وايش المشاكل الاستفسارات اللي ممكن تساعد الطالب فيها منسق الكلية؟ هو قصده منسق الكلية بالفرع. منسق الكلية بالفرع هو
هو يعني حلقة الوصل بين الفرع وبين الإدارة بالرياض. أحيانا قد يكون من المناسب جدا أنه تناقش منسق الكلية بالمشكلة على أساس يدلك على الجهة المسؤولة. زي ما تفضلت الدكتورة ميسون، كثير من المشاكل تتأخر، والسبب أنها أرسلت للجهة الخطأ. ما فيكم إلى اليوم بعض الإيميلات ترسل إلى أشخاص غادروا الجامعة أو غادروا الكلية، فالطالب في وجهة نظره أنا أرسلت ولم يصلني رد، لكن واقعيا لم يرسل للأشخاص الموجودين بالجامعة أو بالكلية. اليوم يعني طرق التواصل تطورت بشكل كبير، عندنا نظام دعم. أسهل طريقة للتواصل هي عن طريق نظام دعم، والسبب أنه تذكرة لها رقم. كذلك لابد من الكلية أن ترد على جميع التذاكر اللي تردناها عن طريق نظام دعم. لو سئلت عن أفضل طريقة للتواصل، بنصح الجميع أنه يكون في رفع تذكرة عن طريق نظام دعم، وحيوصلك الرد عن طريق نظام دعم، وحيجيك إيميل برقم التذكرة، وفي حال الرد حيجيك كذلك إيميل بالرد. فيما يتعلق بالإرشاد الأكاديمي، احنا البارح ناقشنا النظام أو الطريقة الجديدة اللي بنعمل فيها على البحث على الإرشاد الأكاديمي. جميع الطلاب تم تعيين مرشد أكاديمي لهم في الفرع. بإمكانك الاطلاع على اسم المرشد الأكاديمي موجود في البانر، وبإذن الله بيكون في إعلان بالتفاصيل أكثر، وكذلك بيكون في تواصل من المرشد الأكاديمي مع الطلاب اللي هو مطلوب منها أو من واجباتها إرشادهم أكاديمي. أتمنى أني أكون أجبت على جميع الأسئلة. بالنسبة لمادة الثقافة ريان، هي تابعة لكلية أخرى، فلن تجدها في جداولنا، هتجدها في جدول كلية العلوم، إذا العلوم النظرية. أي مقرر لا يقدم من الكلية يكون في الجدول موجود في الكلية اللي تقدم المقرر. على سبيل المثال، مقرر القانون ومقرر الثقافة الإسلامية تقدم من قبل كلية العلوم النظرية. بعض المقررات في التجارة الإلكترونية اللي يكون رمزها IT تقدم من كلية الحوسبة. بخصوص ايميل الكليه النظريه، هديك تلاقيه في موقع الجامعه، ترجعي تدخلي على موقع الكليه نفسها وتلاقي ايميل التواصل مع الكليه النظريه. بخصوص المشكله يا نور لنظام دعم والمشاكل التكنيكال اللي موجوده، هذه ما دام انت رفعتي فيها حقون دعم الاي تي، فبالتالي ان شاء الله حيجيك الرد، هم المسؤولين عن حل التكنيكال ايشيو هذه. بخصوص انك رفعت تذكره، وفين حيجيك الرد؟ حيوصلك الرد عن طريق الايميل. بخصوص ورش العمل، وصلتكم في نفس الجدول، وصلكم اللينكات تبع حضور ورش العمل، فبالتالي ادخلي على اللينك وان شاء الله تحضري. طبعا ورش العمل كلها اونلاين هتكون. دكتور منصور، في سؤال عن فصل اكاديمي وطلبت فصل استثنائي، ما وصلنا الرد، هل بإمكانك لحل؟ أنت تعتبر لم تجتاز السنة التحضيرية، فكل ما يتعلق بالفصل الاستثنائي أو بالمقررات السنة التحضيرية، الأفضل التواصل مع السنة التحضيرية أو أعتذر السنة الأولى المشتركة بشكل مباشر. بالنسبة لمادة الإحصاء، إذا كان في بعض أحيانا يكون بعض الشعب غير مربوطة بفرع تستطيع التسجيل فيها. إذا ما كانت تتوفر لأي شعبة غير مربوطة بفرع، ترفع تذكرة، ولكن لكلية العلوم النظرية كونهم هم اللي يقدمون المقرر وهم أصحاب العلاقة. خلود، هل رفعتي تذكرة دعم بخصوص موضوعك عن حالتك الأكاديمية؟ إذا رفعتي حيجيك الرد إن شاء الله بإذن الله. علي، ما فهمت السؤال، في حال وجود إيقافات على التسجيل، إيش قصدك إيقافات على التسجيل؟
احمد، بخصوص الردود على المقدمه من دعم، انت زي ما شرحت لكم في بدايه السيشن، دعم ما هو خاص فقط بجهه واحده، هو خاص بكليات وادارات و يعني موجوده في الكليه، يعني الرد يجيك من مختلف، يعني حسب زي ما قلت لك مشكلتك على فين انت توجهت، وبالتالي حيجيك الرد. مدى رضاك عن الرد او لا، امانه يعني ما اعرف ايش ارد لك يعني صراحه على هذا السؤال، لكن اللي ممكن اقول لك هو انه انت لما دي ترفع تذكره المفروض ان الرد يجيك يعني حسب النظام المطبق، اما كيفيه الرد نفسه انه هو يعني اعجب الطالب او لا، يعني احيانا الطالب يعني يتضايق من ردود تصله على نظام دعم، ويكون هو الرد نظاما، يعني هو بيمشي على نظام فبيقدر لك هو. فاتمنى انه يعني تضعوا هذا الموضوع بس كذا نصب عينكم وانتم بترفعوا التذكره حق الدعم. وجدان اتوقع في ضغط، لانه اول ما يفتح التسجيل عاده بيصير شويه ضغط على الموقع، فلذلك احيانا يصير انه ما يفتح معكم. استمر انك تدخل الويب سايت وتحاولي مره ثانيه، وان شاء الله باذن الله فتح. اذا ما فتح عاد زي ما قلت لكم هذه مشكله تكنيكال تتوجهوا فيها للاي تي، تكت عن طريق اي تي. فترة التسجيل المبكر يا علي كانت مسموحة للطلبة اللي هم التخصص، وانتم اللي رقمكم 190 كانت الطلبة التحضيري السنة الأولى المشتركة، فلذلك ما قدرت تسجل. الآن أعتقد إنه خلاص انفتح اليوم فتقدر تسجل المواد تبعتك.